مع البيان اليوم اقرأ في خيانة قطر. القلق والتوتر يهيمنان على قطر. غضب خليجي من تزوير الدوحة لدور الملك فهد في تحرير الكويت. إذا رحت كرامة الكويت رحت كرامة السعودية. الديوان الملكي لو احتلت قطر عبر الجيوش التي استجلبها تنظيم الحمدين لن يحررها غيرنا. واسم إلا فهد لن تمر مرور الكرام يتصدر في تويتر. الشاعر راشد شرار: نقم العهود افلاس والكبر قتال، واللي يقول العيب قال احترامه، والعهد والميثاق له قوف ورجال، يا ناكثين العهد دارب السلام. كشفنا اليوم عن الوضع المتردي الذي تعاني منه البنوك القطرية وسط مؤشرات قلة الثقة باقتصاد البلاد، ما أدى إلى إحجام المصارف الأجنبية عن إبرام صفقات جديدة وبيع البنوك لقروضها بأسعار مخفضة. وللكاتبة عائشة سلطان: لن نسكت على قلة أدب أو كذب قبيح يتطاول علينا، فنحن أبناء زايد وعظمة الاسم تكفي. وفي خيانة قطر أيضا دعم واسع للدعوة لاستراتيجية إعلامية موحدة لمكافحة الإرهاب. وكاريكاتير البيان: وتقرؤون في كلمة رئيسة التحرير بعنوان لن تمر أكاذيب قطر. محاولة تشويه العلاقات السعودية الكويتية محاولة جديدة بائسة، وتؤشر على الانتكاسة التي تعيشها الدوحة، وهذا يؤشر على أنها تعاني من إفلاس الحجج وتلجأ إلى تصنيع أكاذيب وبأثر الرجعين.